خلينا نسمع رأي واحد من أحد اللاعبين، اللاعب التونسي ولاعب باريس سان جيرمان السابق. طبعا معانا سليم بن عاشور، لاعب مميز جدا، لعب في باريس سان جيرمان وحصل طبعا على بطولة أفريقيا مع المنتخب التونسي سنة 2004. بنرحب بيه من خلال التليفون. مساء الخير، بنرحب بيك في قناة النادي الأهلي سليم. جزيلا بنرحب بيك في قناة النادي الأهلي، ولسه بنتكلم على الدوري الفرنسي، وانت كواحد من اللعيبة المميزين من خلال باريس سان جيرمان وشاركت في الدوري الفرنسي، نعرف رأيك في يعني انتقال ويعني الصراع المشتعل ما بين باريس سان جيرمان وريال مدريد للحصول على خدمات او رحيل امبابي لريال مدريد. شايف ده ازاي، وشايف هل فعلا خلال الايام القليله هيتم هذا الانتقال من امبابي من باريس سان جيرمان لريال مدريد؟ Et pour parler, il reste 5-6 jours avant la fin du mercato, donc tout est possible. يوجد خمس أيام من أجل انتهاء الصفقات. وفي حتى الآن لم تتحدد النتيجة حتى الآن، سواء انتقال امبابي أم لا. باريس نادي كبير. أعتقد أن أنا لأن فريق باريس يمتلك لاعبين كبيرين حتى في حالة ذهاب امبابي لنادي ريال مدريد. أكيد طبعا باريس سان جيرمان مليء بالنجوم الكبار، لكن كمان وجود ميسي، وهو كان طبعا نجم كبير في باريس سان جيرمان، ولسه بنتناقش هل ميسي وجوده هيرفع من القيمة التسويقية للدوري الفرنسي بشكل كبير؟ هل وجود ميسي خلاص ضمن باريس سان جيرمان الحصول على الدوري الفرنسي وكمان على الشامبيونز ليج؟ شايف ازاي كمان وجود ميسي في صفوف باريس سان جيرمان هذا الموسم؟ وجود ميسي سيعطي قوة كبيرة لفريق باريس سان جيرمان. الجميع سوف يشاهد المباريات في الدوري الفرنسي بأكثرية. أفضل اللاعبين الفرنسيين سيكون سعداء بانضمام ميسي إلى فريق باريس سان جيرمان. وبعد تواجد ميسي سيعطي قوة كبيرة للدوري الفرنسي ومكانة أكبر. صحيح. طيب في حالة انتقال مبابي من باريس سان جيرمان لريال مدريد، سليم من وجهة نظرك مين اللاعب المرشح بقوة لتعويض غياب مبابي، وباريس سان جيرمان ممكن تتعاقد معاه في الفترة القادمة؟ يوجد فقط اسمين او ثلاثة اسماء، ممكن هو كريستيانو رونالدو او ليفاندوفسكي، ولكن المشكلة ولكن كله يعتمد على امبابي اذا كان سيوافق على الرحيل ام لا، ولكن الان هو حديث فقط، لا يوجد شيء مؤكد حتى الآن سواء سينتقل مبابي أو سيبقى في باريس سان جيرمان. إذن يوجد بعض الأيام على نهاية فترة الانتقالات، ولكن بالطبع أفضل بقاء مبابي في باريس سان جيرمان. بس أكيد طبعا هو كمان لو الدوري الفرنسي يعني لو راح مبابي لريال مدريد و قدوم نجم كبير واسطوره كبيره زي كريستيانو رونالدو لباريس سان جيرمان، اعتقد وجود ميسي مع كريستيانو رونالدو في باريس سان جيرمان اعتقد كمان هيكون ليها مردود كبير جدا، اكيد من الناحيه الفنيه واكيد من الناحيه التسويقيه للدوري الفرنسي بشكل عام. بالطبع فقط بوجود ميسي هذا وجود عظيم، هذا يكفي لباريس سان جيرمان، ولكن طبعا مع وجود رونالدو هذا شيء من الجنون، تواجد ميسي ورونالدو في فريق واحد. ولكن اعتقد في خلال الخمسه ايام المتبقيه يوجد الكثير من الاشياء سوف تتغير، وسنجد العديد من المفاجات، ونحن ننتظر لان حتى الان لا يوجد شيء مؤكد.
صحيح، خمس ايام على غلق نافذة الترانسفير ويندو في اوروبا. يبقى السؤال اخيرا، وجود ميسي مع باريس سان جيرمان هل يضمن له الحصول على التشامبيونز ليج اللي يمكن من سنوات، اخر اربع خمس سنوات كان الهدف والتارجت الاساسي لبي اس جي هو الحصول على التشامبيونز ليج، هل باريس سان جيرمان بوجود ميسي ضمن جزء كبير او ضمن الحصول على هذه الكاس، ولا ليك وجهه نظر مختلفه؟ لا يوجد شيء مضمون طبعا في هذه الحياة، طبعا بالطبع تواجد ميسي سيساعد كثيرا على الفوز، ولكن لا يوجد شيء مؤكد، ولكن هذه كرة القدم لا يوجد شيء حتمي، ولكن أعتقد أن تواجد الفرنسي سيكون قوي جدا في أوروبا هذه السنة. وفي كرة القدم لابد دائما من العمل، يجب وجود مدرب قوي، لاعبين على مستوى عالي، وهذا جميع العوامل للفوز. صحيح طبعا. سليم بن عاشور احد اللعيبه الكبار في باريس سان جيرمان سابقا ولاعب المنتخب التونسي، بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في قناه النادي الاهلي.